كنقدم لكم هذا باطر الشيوي تيتيزر ديالنا. صباح الخير عليكم الدراري, اليوم فلوق جديد مع اليوم الباد رايدر. الو الو وي حسين, وي خويا ناخذ موتول ياك؟ ياسين موتول. واش الدراري معكم باط رايدر على فيديو جديد, نتمنى تكونوا مزيان, نتمنى كلشي كل لاباس. فغبرنا عليكم بزاف, سمحوا لي, كانوا عندي شي اغراض شي اشغال شي خدمات. فدابا سالينا فنقدروا نبداو من جديد الفيديو ديالنا. فالفيديو ديال اليوم كيف ما قريتو في تويتر بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا فيدونج راسهم, غادي نوريكم اليوم كيفاش. فتبعوا معنا الفيديو خاوة حتى الاخر وفرجة ممتعة. تشاو زوينة فلوغي, عرفتي شحال 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 ما فلوغيت, شحال ما دويت راسي مع كاميرا, شحال ما بنت فحال شي مسطي. كاين موشور 5100 لا 5000 شحال فادي اترو؟ شحال دايرة؟ 75 دايرة. عطيني جوج اخرين اخر جوج اترويك؟ زيدني واحد ثلاثه. كاين فلتر ديال الزيت ديال الاكس تي, كاين دابا حنا تقدينا الزيت سير ما لقيناش عنده الفلتر, وهاد اللعيبه اللي ما كنبغيش هو انه تشري حاجه من قنت وسير عاوتاني سافر لقنت اخر خذ حاجه اخرى, وراكي ما عندنا ما نديرو. سامك كاين فلتر ديال الزيت ديال الاكس تي ديال الاكس تي ما كاينش حتى المحل الثاني ما لقيتش عنده فلتر ديال الزيت, ما غادي نضطر نهبط للقريعه. و الطاكسي و السيتين سامك كاين فلتر ديال الزيت ديال الاكس تي؟ لا فلتر ديال الزيت ما كاينش. شكيله شو يا اخو خويا فين ما كاينش. سامك كاين فلتر ديال الزيت ديال ليكستي؟ فلتر ديال الزيت ليكستي شي واحد لحظه شي بودر اخر طار قاص صافي على قبل الكاميرا. لحظه دونك الدراري ستيب 1 الخطوه الاولى هي غادي نخويو الزيت القديم اللي كان في الموتور وغادي نعمرو الزيت الجديد وغادي نبدلو الفلتر ديال الزيت. دونك تبعوا معنا هاد الخطوات كامله باش الناس اللي باغا دير الفيدونج ديالها في الدار تعرف كيفاش. دونك الدراري هنايا مي كتحلو باش يهبط الزيت, وهنا مي كتحلو باش يدخلو الزيت. صالحة الطيابة هادي يا حسين؟ لا صالح. هادي بلاصة الفلتر يا حسين؟ دونك هنايا بلاصة الفلتر ديال الزيت, ومن الأفضل يتبدل في كل فيدونج ولا فيدونج على جوج؟ لا فيدونج شاك في كل فيدونج؟ ثلاثة شنو هذاك السير حسين؟ شنو هذاك؟ هذا كروسو ما صاير فيدونج خاصو يبقى الزيت في الجروب لتحت. واش هذا كيبول من كاع الجوايج؟ لا هو تاع الكارنيرا.
دونك الدراري كيف ما لاحظتوا الخطوه الاولى خوينا الزيت من ثلاثه ديال البلايص، خوينا من قدام الموتور، خوينا حيدنا الفلتر ديال الزيت وخوينا داك الزيت اللي كيبقى، خوينا من هذه البلاصه هذه غادي يسد داك الشيء كامل وغادي نعمر الزيت الجديده. صافي خشيشه الحوسين هذاك جديد في دونج على شحال من كيلومتر؟ 5000 3000 4000 نقيه. هذا فلتر ديال الزيت دونك هنا فين غادي نعمرو الزيت ديالنا، غادي ستيب تري الدراري دونك نعاودو من الاول. الخطوه الاولى خوينا الزيت من تما من جهه الفلتر ديال الزيت او من هاد الكارتيرا هادي. الخطوه الثانيه ركبنا الفلتر ديال الزيت ديالنا، والخطوه الثالثه هي غادي نعمرو الزيت ديالنا. درنا الفيدونج دونك خوينا الزيت القديمه، ركب حيدنا الفلتر ديال الزيت القديم، ركبنا الفلتر ديال الزيت الجديد وعمرنا الزيت ديالنا. دونك ثلاثه ديال القرايع الزيت وفلتر، هادشي اللي خصكم. دونك العمليه كامله كتقام بواحد 300 درهم 320 درهم على حسب هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، الى الحلقه المقبله، تشات تشات. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.